التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من القادة والضباط، ضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية عبر الفيديو كونفرنس، وذلك ضمن اللقاءات الدورية برجال القوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي على كافة الاتجاهات. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ونرجع تاني. التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية عبر شبكة الفيديو كونفرنس. بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد تكريما لأرواح شهداء مصر الذين قدموا أرواحهم خلال المواجهات مع قوى الإرهاب والتطرف. ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة وتهنئته لهم بالعام الميلادي الجديد وحلول عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح. وأكد القائد العام خلال اللقاء أن القوات المسلحة ستظل الدعامة الشامخة والحارس الأمين للدولة في حماية الأمن القومي المصري والمساهمة في تلبية مطالب وطموحات المواطنين نحو الأمن والاستقرار والتنمية. وقدم التحية لأبطال ومقاتلي القوات المسلحة الذين يعملون بكل الأمانة والشرف لدعم جهود الدولة وما ينفذ من مهام للعمليات على كافة الاتجاهات، مشيدا بالإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة خلال عملية حق الشهيد لتطهير سيناء من الإرهاب وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات. سيادة الدولة متحقق بكليات حربية من ضمن المؤسسة العسكرية. أول نشيد بتقليها في أول كلمة شفناها فنن الواجب الشرف الوطن. بس لما دخلنا فنن الكلية ودخلنا أرض التمر اتعلمنا حاجة تانية يا فندم. أول كلمة حفظناها إحنا يا شباب مصر الجسور في الحرب نار في السلم نور، شايلين قلوبنا في كفنا والبلاء نار على كتفنا، متسلحين بعلمنا الانضباط في دمنا، ثابتين حول العالم مقسومين أعز انكسر. الواجب والشرف الوطن، كلمة مقاتل دي مش سهل إن أي حد يلتحق بيها. هي دي الفرق بيننا وبين المدنيين، الفرق ان انا امشي في الشارع في اي لحظه في اي مكان ممكن يكون في قنبله، ممكن يكون في حد بيتعرض للخطر انا اللي هحميه. هنموت نفسنا يا فندم، مفيش اي مشكله. بمناسبه انا اقدر على طول من سته قلته والصفات اللي ذكر اسمائهم والشهداء اللي بيجوا على التلفزيون والناس اللي بتموت كل يوم والمساعد اول محمد حد اللي مات قدامي انا في سينا، سيادتك كل دول موجودين النهضه. في ناس من هنا 22 سنه، في ناس 23 سنة، بس في قائد عنده 50 سنة كان بينور نفسه كل الناس على 24 ساعة، ندخل بيوت ومدمرات، هو ده الجيل، هو ده اللي أعرفه عنه، هو ده اللي أنا أدخل الجيش عشانه. وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلي القوات المسلحة، وهنأ القادة الجدد بتوليهم لمهامهم القيادية الجديدة، مؤكدا على أن انتقاء القادة الجدد يتم بتجرد تام وفقا لمعايير دقيقة تحقق المصالح العليا للقوات المسلحة. كما أعرب عن أمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أدائهم لمهامهم المستقبلية داخل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة. حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.